السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم رضوان فلوكس، اليوم فيديو جديد، فلوك جديد مع الاخ هشام العلاوي. خويا هشام، السلام عليكم الشحيه، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتعرفوا على ساعات جداد ان شاء الله. مرحبا بكم، بلا ما نطول عليكم في البريزونطاسيون. مرحبا، الله يحفظك لي يا خويا هشام. اخوان، اليوم غادي نتعرفوا على ساعات اصليين عند الاخ هشام، وان شاء الله بغيت الناس اللي تقدموا عنده خلونا الاراء في لي كومونتير، لي لايك زونا، بارطاجيو الفيديو، حفزونا. حنا راه الاشاره الاخوان، اي سلعه نوصلوا لكم حتى لديوركم، نتوما في ديوركم وقشقاشة كيتسارى في بلاصتكم. وتحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجة، مشي القويرة وهاشتاغ صوفي المهمة وديما قشقاشة. خويا هشام، عرفني على أول بياسة الله يحفظك. داو على بركة الله، غنبداو بهاد الجي شوك هادي. جي شوك، شوفو هاديك راه جديدة، ما نستعملهاش، ترونسبارون. إخوان، كاين هاد الجي شوك هادي مستعملة ما والو. البواطه ديالها ياك؟ هادي كرونو موريات. بجوج الكترونيك. بالنسبه لهذا خويا هشام، هذيك اخويا الثمن ديالها كتبقى ب 1300 درهم. 1300. كاينه هادي زيد اخويا، هادي اللي حسب 1500 في الفيديو اللي فات، غنديروا لها دابا 1300 درهم. 1300. علاش؟ حيت بعتها السيد، دوز بها 3 ايام ولا 4 ايام وعاود جابها ليا، ما دارهاش في يدي، دارها شي يومين تقريبا. ب 1300 درهم. هادي سان بوطون هادي. دابا كتسمم مستعمله، واخا لبستها ما لبستهاش بزاف، كتسمم مستعمله. صح، 5 بوطون حتى هي موريات، كلشي مارش، كلشي عويض. شحال حتى هي خويا هشام؟ 1300 درهم. 1300 زيد اخويا. كاين الاخوان هاد انفيكتا هادي، شوفوها هادي راه البواطه ديالها سويسريه اصليه 100%. البواطه خويا هشام هايله. مرحبا هذيك اخويا رضوان، اصليه 100% هذيك سويس. موتور صفر فيها. فيها موتور صفر. وكاين واحد الموديل خو هذا، يلا دخل للسوق، خادمين عليه، حتى هي سويسريه، فيها موتور سويس، ولكن راه ماشي خو هذا اللي هنايا، هي هذه هاي. باش نشوفوا هذه مزيان. بالنسبه للثمن هذه كتبقى ب 3000 درهم. هذه ب 3000 درهم. وقابله للنقاش، اللي بغى راه نتعامل معاه. كاينه هذه راه فيها اللوان ديالها، حتى هذا اللون اللي في يديك فيها. نشوف هذه، حتى هي سويسريه ولكن ماشي بحال هذه الخدمه اللي شتي في الاول. واه، فيها موتور ناقص شويه، واخا فيها موتور سويس راه ماشي بحال هذه في الخدمه. ما مجهدش. ماشي ما مجهدش. هذه خادمين على هذه الكوبيه ديال هذه. كوبيه فوالا. ديال هذه. فوالا. هذه اخويا كتبقى ب 1500 درهم. 1500. ثمن زوين، راه فيها اللوان، فيها هذا اللون الاخضر، فيها بحال هذاك اللون اللي شتي في الاول. فيها هذا اللوين الاخوان. هاد الخضر، في هاد الزرق، في هاد اللون هذا حتى هو بلارجونتي والزرق، في هاد اللون هذا حتى هو بحال هذا. هادو كاملين كيبقاو ب 1500 درهم. 1500 اخوان، هذا راه كوبي، الموتور سويس ولكن لي كوبي، ماشي اوريجينال. كيف ما شرحنا، وكاين اللي اوريجينال موتور جابون اوريجينال. هذا اللي شفت في الاول، هذه اصليه 100% سويس. سويس، ولكن بلاتي هشام، كاين الانفيكتا اللي فيها موتور جابون اوريجينال. دابا هذه اخويا بحال قلتي مصايبينها في الشينوا على هذه، بحال هذا الموتور بحال دابا مثلا هذه هاي جابون ولكن اصليه. فوالا، هادشي اللي بغيت نشرح لك، يعني كاين موتور جابون في الانفيكتا اصلي. فوالا، دابا هذا دايرين فيها موتور سويس ولكن خادمين على الاصلي هذا بحالو تقريبا. فهمت خويا، تايره الماء وكلشي، راه مليحه زعما اللي بغاها راه مزيانه ليه. صح، زيد اخويا هشام، كاينه هاد انفيكتا تايره بالبواطه ديالها، شوفوها بلاتي. بالنسبه لي اخويا هشام، هادي موتور جابون. جابون ولكن اصليه 100%. اخوان، راه هشام الشفافيه والمصداقيه. مرحبا بالجميع الاخوان، الحمد لله اللي فايتين تعاملوا معنا راه عارفين شنو كاين. مرحبا الاخوان، اصليه موتور فيها جابون. وبالنسبه هذا اخويا هشام، هذيك اخويا كتبقى ب 1500 درهم. هذه ب 1500. 1500 زيد اخويا هشام، اعطيني. المهم السلعه غتخلط شويه الاخوان، كاينه هاد الطومي هادي، ها هي راه بالبواطه ديالها، هانتوما الاخوان وريهم البواطه. هادي راه سيرتيفيه من الشركه هادي، ها هي الاخوان، هادي اصليه 100%. اصليه 100% الاخوان، كتبقى ب 900 درهم. هادي مستعمله، مستعمله الاخوان، كتبقى ب 900 درهم. صمت فيها كاوات شو، ها
هذا راه وسخ اللي فيها الاخوان هنايا راه السيكاج كيتحيد داكشي بالنسبه خويا هشام هادي شحال غتبقى هذيك اخويا كتبقى ب 900 درهم 900 هو الكارونتي ديالها وداكشي الشاب ديالها الاخوان البواطه ديالها كتبقى ب 900 درهم بريزونتي لهم البواطه تاعي باش يشوفوها كتبقى ب 900 درهم مستعمله الاخوان مستعمله زيد اخويا هشام كاين هاد ندوز لواحد السيروتي سويسريه فيها موتور سويس هادي الاخوان راه فيها كلشي دوريجين السمطم بالدلاله حتى هي دوريجين وخا مقفله دوريجين جات اخوان ولكن هاد النحاسه كلشي ديالها كلشي ديالها ولا هاد القفل هذا ديال السمطه اللي كانت فيها الاصليه اللي خارجه معاها واه حتى السميطه راه جاتها زوينه مع اللون ديالها بالنسبه لهادي اخويا هشام هذيك اخويا كتبقى ب 900 درهم هادي ب 900 درهم كذلك كاين هاد السيروتي هادي حتى هي سويسريه زيد قلنا هادي ب 900 درهم هذيك 900 درهم كذلك كاينه هذيك سويسريه هذه يلاه خلصتها قبيل حتى هي مبدله لها السمطه ياك ولكن فيها سمطه دوريجين اللي كاين الاخوان راه كنقولوا كاينه شي حاجه فيها العيب راه كنوضحوها شحال غتبقى هذيك حتى هي كتبقى ب 900 درهم 900 درهم سويسري راه الموطور اللي فيهم داير 800 درهم الا مثلا خسرت لك شي مكانه ولا صح موطور سويسري هذا خويا هشام كاينه هاد الكيس هادي شوفوها الكيس السمطه ديالها كاوات شو الاخوان الكيس كوليكسيون الاخوان راه كيديروا غير الجابون هادي راه اصليه جابون بالنسبه لهذا اخويا هشام شحال غتبقى تشارك هذيك اخويا هي كتبقى ب 900 درهم اخويا رضوان هذه ب 900 درهم 900 درهم زيد اخويا هشام كاين اخويا رضوان هذا البوس بوس بوس هذه معشقه هذه الاخوة هذيك زوينه وشفت الديامتر ديالها كتبان عامره معمره الليل بالنسبه لهذا اخويا هشام هذيك اخويا كتبقى ب 800 درهم اصليه 100% مستعمله 800 درهم 800 درهم زيد اخويا هشام كاين هاد الكازيو ايديفيس كازيو ايديفيس هذيك اخويا رضوان كتبقى ب 600 درهم هادي ب 600 درهم مستعمله ياك مستعمله كاين هاد الكيس بحال اللي داير خويا رضوان في يديه بحال هاديك بحال هاديك اخويا هاديك اخويا رضوان هادي قلنا شحال هاديك 600 درهم 600 هادا الاخوان هاد الكيس هادي راه مليحه هادي عندك هادي دايره في يديه خويا رضوان راه وكذا كل سيراميك الاخوان كاين السيراميك ديالها هذه مخلطه بين الكاوتشو والسيراميك مغلفه بالكاوتشو تقريبا راه اختي هذيك اللي في يديك بالنسبه لهذا اخويا هذيك اخويا رضوان كتبقى ب 1700 درهم سويسريه اصليه 100% حاليا دايره تقريبا 9000 درهم حتى راه عندك في يديك وعارفه في الجديده يعني باش ما يقولش حيت كاينين شي وحدين كيقول لك جديده دايره 9000 درهم وفي القرعه كتباع مثلا ب 1500 ولا 1800 ولا هذا كيقول لك راه غالبا غتكون كوبي نعم يعني راه تستعمل الحاجه هذا الشيء اللي كاين اخويا زيد اخويا هشام قلنا هذه 1700 هذيك 1700 درهم زيد كاينه هذا الكالفن كلين هذيك هي راه سويسريه بالنسبه للناس اللي كيبغيو المكانه كاريه بالنسبة لدي ان سول بوطون هذا الاخوان راه اصلية 100% السمطة مبدلة ليها راه ولكن راه السمطة حتى هي دوريجين السمطة مركبين لها سمطة دوريجين كروب يعني اللي بغاها راه نتعاملوا معاه ماشي مشكل بالنسبة لهذه شحال غتبقى بالنسبة للثمن ديال هذيك كتبقى ب 800 درهم سويسرية الاخوان 800 درهم 800 درهم سويسرية وكاينة هذه براسلي حتى هي كالفن كلين زيد اخويا هشام هانت اخويا رضوان كالفن كلين انسول بوطون هذيك سويسريه تاع هي الاخوان بالنسبه لهذا اخويا هشام مستعمله ياك هذيك مستعمله اخويا ولكن راه سويسريه اصليه 100% شحال غتبقى هذيك اخويا رضوان كتبقى ب 1000 درهم 1000 درهم هي زيد اخويا هشام كاين هاد لودمار سبيغي اوتوماتيك كوبيه مليحه لودمار كوبي هذا الاخوان اوتوماتيك كوبي مليحه اوتوماتيك ها هو الميزان راه كيبان لها راه هو الشيخ دام ها
بالنسبه لهذا هشام خويا هذيك اخويا كتبقى ب 700 درهم 700 درهم 700 درهم باش كتبقى زيد اخويا كاين اخويا رضوان هاد الواقير هادي اوتوماتيك شي حاجه مليحه هادي راه البواطه ديالها هذا البواطه ديال البواطه ديالها جيرمان كلشي ديالها اللي بغاها راه غنصيفطوها ليه بالبواطه ديالها ان شاء الله هادي اوتوماتيك هاديك اوتوماتيك شو الموتور ديالها كي كيبان راه البواطه ديالها فيها الزيادات ديالها فيها كلشي بالنسبه لي دي عامره ولا هذا راه كاين هذا الموتور نصاصي ناس اه هذوك لتحت انا روا بوطون الاخوان هذه باقا نقيه جديده ياك ولا مستعمله قيم استعملوها كي نقيه الاخوان استعملها كتبقى بشحال قلتي هذيك خويا كتبقى ب 1700 درهم 1700 درهم زيد اخويا هشام في السينا هذا اخويا في السينا مستعمله مستعملة بالنسبة لهادي بالنسبة لهادي اخويا هاديك اخويا رضوان كتبقى ب 2000 درهم هادي ب 2000 درهم مستعملة راه مبقاتش في جديد مبقاتش كتخرج في جديد والزرقة ديالها عندك لا كانت في جديد كاملة مشات ديك السلام زيد اخويا قلنا هادي 2000 درهم يا شيخ 2000 درهم كاين هاد الجي سي هادي جي سي موتور جابون هاديك بيض ولكن راه مليح اللي بغا راه غنتروا بوطون تاعها بوطون بروموشن كامل كلشي دور ان شاء الله بالنسبه لهاد هشام خويا شحال تبقى هاديك اخويا كتبقى ب 650 اللي بغا راه نتفاهموا معاه ماشي مشكل زيد اخويا كاينه في السينا خضراء من الاواخر قبل اللي قبل من هذه اللي شفنا دابا في السينا خزيه كبيره هذه هذيك اخويا رضوان كتبقى ب 2700 درهم 2700 درهم مستعمله كاين البلومارين ديالها حيت كاين اللي كيبغي يلبس زعما شي لون شويه 2700 كاين هاد البلومارين راه بثمن زوين على قبلاش حيت السيرتي ديالها بياض شويه و اللوم الاخوان هذيك الاخوان كتبقى ب 2300 درهم اللي بغاها راه نتفاهم معاه ماشي مشكل 2300 كاين هاد خزير كبيره اللي راه في السلوفان ديالها راه مستعمله ولكن راه جديده تقريبا هذيك كتبقى 2300 هذه 2300 قابلة للنقاش اي حاجه شفتوها الاخوان في الفيديو قابله للنقاش زيد وهذه باقا هذه ماشي جديده مستعمله ولكن دايزه في الجديد نقيه هذه اخويا كتبقى ب 3200 درهم 3200 درهم زيد اخويا كاين هذا السواتش هذه نوفو سواتش نوفو هذيك اخويا رضوان كتبقى ب 800 درهم 800 درهم زيد كل شيء امارش كاين هذه حتى هي سواتش من الاواخر نوفو سواتش الصمته ديالها براسلي الشبكه باقا جديده لا الصمته اللي جديده الصمته اللي جديده الصمته مبدله ماشي ديالها لا ديالها غير هي الصمطه ديالها تكرفسات حيدناها وركبنا لها هذا باش تقريبا راه بحال بالنسبه لهذا اخويا هذيك اخويا كتبقى ب 900 درهم 900 درهم تاع مانزو كاينه تشور الحوت هذيك هي اخر بياسه هي اخر بياسه ان شاء الله كاينه وراها هذه هاي تشور الحوت هذه بشحال كاينه في دوانيك هذه تاع خويا الله يحفظك هذه اخويا كتبقى ب 1200 درهم 1200 درهم 1200 درهم الليطه ديالها بين وبين ماشي داك النقاط الصمطه شويه بدات كتبيض شحال قلتي هذه 1200 1200 درهم اللي بغاها راه نتفاهم معاه ماشي مشكل زيد اخويا هشام كاينه اخر ما كان هي هذه الكوانيك هذه بالنسبه للناس ديال الكلاس الكوانيك راه الصمطه مبدله لها ولكن دوريجين
بالنسبه لهاد اخويا هشام شحال غتبقى هذيك اخويا كتبقى ب 750 750 راكم عارفين الاخوان راه اي بياسه خديتو بيعهم قال كان شي حاجه ديال العيبره ديالي كان اصلا شي حاجه فيها العيبره قبل من لونسي ماشي شي زعما عيب زعما فيها شي مشكل بسيط راه كنبريزونطيوها في الفيديو ولا كان شي مشكل كبير راه ما كنبريزونطيوهاش صح وبالنسبه لهذا اخويا هشام هذيك اخويا 750 750 ومرحبا بكم الاخوان تعرفنا على السلعه مع الاخ هشام مرحبا بكم تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير ولي لايك والله ييسر الامور للجميع مرحبا بالجميع المهم الاخوان كيف مشوا معنا تعرفنا على السلعه مع الاخ هشام تعرفنا على موديلات الاشمنه اللي اصليه راه اصليه واللي كوبي راه كوبي والاخ هشام راه المعقول والمعامله الصراحه راه كنوريو لكم الصاله اللي مدله فيها شي حاجه كنقولوها لكم ولا لا يحشم لها معكم الاخوان ومرحبا بالجميع الله يكبر بك اخويا ديما الاخوان راه بيعهم قال اي بياسه بيعهم قال واخا تكون ساكن في الداخله كانت شي حاجه راه فلوس كيوصلوك حتى لعندك ما كاينش المشكل الله ينورك يا اخويا الله يحفظك لي يا اخويا هما الاخوان الاخ هشام راه المعامله والرجوله راه كيف ما قال لكم لي صيفط رزقو اللي فيها العبره ديالو ورا المعامله والله ييسر الامور للجميع وبغي لي لايك زوينه والاراء ديالكم وبارطاجيو الفيديو الاخوان والله ييسر الامور للجميع وتحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجه حتى القويره وهاشتاغ صوفي المهمه وديما قشقاشه